بس مو كل العضلات ألاحظ بها ذلك الوضوح التندر مالتها المنشأ والانضغام. شنو منشأ شنو انضغام شنو أوريجين شنو انسيرشن؟ الأوريجين مثلا نفترض أكو عضلة نشأت منا واندغمت هنا، فأكو وتر إلى المنشأ، ومن ثم جسم العضلة أو بطن العضلة، ومن ثم وتر الاندغام. قد يكون الوتر مال المنشأ أو وتر الاندغام جدا قصير بحيث ما لاحظه، كأنما العضلة تنشأ مثل ما هاي تشوفها، كأنما العضلة تنشأ من نفس العظم مباشرة بدون وتر منشأ أو وتر اندغام. وقد يكون للعضلة وتر واضح مثل ما هذا اللي تلاحظوا وتر، هذا وتر يندغم في المكان الفلاني. وتر المنشأ، عفوا وتر الاندغام ينسحب نحو وتر المنشأ، ولذلك سميناها هذا هو وتر منشأ وهذا وتر اندغام. على أي أساس؟ على أساس الجزء المتحرك نحو الجزء الثابت. الانسيرشن الاندغام هو دائما يتحرك نحو الاوريجين. عندما تتقلص العضلة، تكسر بالطول مالتها، فتسحب لي وتر الاندغام نحو وتر المنشأ. ولذلك قلت هذا هو وتر اندغامها وهذا وتر منشأها، لان هذا الوتر هو اللي ينسحب نحو هذا الوتر. زين، وعلى الاساس قسمت العضلة إلى وتر منشأ ووتر اندغام. إذن عندي أول عضلة بالمجموعة هذه اللاترال اللي هي سوبرا سباينس فوسا. سوبرا سباينس فوسا اللي تجبل الحفرة هذه، سوبرا سباينس فوسا تنشأ منها مثل ما لاحظها، تنشأ من كل هاي الحفرة، ولذلك أنا ما أشوفها من تجي، ما أشوف وتر منشأ. بس وين تندغم؟ تندغم بالحدبة هذه اللي اخذتوها، اسمها هاي حدبة لاترال، لاترال فيبروسيتي تندغم بيها. فمن تتقلص ايش تسوي باعو؟ تسحب بهيج العظم بالصورة، هاي الحركة، يعني العظم امكانية حتسحب تسحب هيج. اذا هذا الشولدر جوين تكبر زاوية، اذا الشولدر جوين تكبر زاويته، اذا هي واسطة، هاي قبل، هاي بصل، قبل بصل، إذن هي واسطة لمفصل الشولدر جوينت، سوبرا سباينس مصل. تحتها إنفرا سباينس مصل، كلها هاي، هاي من أفرا، هاي كلها فسحة إنفرا سباينس، إنفرا سباينس كلها من حفرة إنفرا سباينس، إنفرا سباينس قوسة وإلى الفيبروسيتي ايضا، الى هاي الفيبروسيتي. بما انه هاي صاير مركز هذه، لا هي وراء على جبهة هيج ولا هي قدام على جبهة هيج، صايرة بالمركز. ايش حتسوي لها للعظام؟ حتسوي لها روتيشن نحو الخارج. من تسوي لها روتيشن نحو الخارج معناته تسوي لها ابدكشن، ابعاد، ابعاد القائمة، ابعاد القائمة عن الجسم. نعم، وهذه سوبرا سباينس مصل، انفرا سباينس مصل، عضلة أخرى بصفها، هذه تيجي من الحافة الخلفية للعظم وتروح إلى هاي الحدبة. شو اسمها هاي الحدبة؟ دالية، دلتويد، حدبة دالية، دالية دلتويد فيبروسيتي. فاذا هي اسمها دلتويد مصر، دلتويدس، هاي هي دلتويدس، دلتويدس او العضلة الدالية دلتويدس. هاي العضلة منا جاية من حافة الى هنا، من حتسحب فهي قابضة، فلكسر تو ذي شولدر جوينت، فلكسر تو ذي شولدر جوينت، دالية دلتويد. سوبرا سباينيتس، انفرا سباينيتس، دلتويدس، اقطع الدلتويدس وارفعها. تجي اكو عضلة تحتها هذه،
اي دكتور اي هذه عضله صغيرونه نسميها تيرس ماينر، تيرس ماينر المبرومه الصغرى. يعني هنا اكو حدبه هنا اسمها المبرومه الصغرى، تجي تنتقل بيها العفو هنا بس فوق تيرس ماينر هنا، فمنها من هذه من النيك اوف ذا سكابيولا تجي تيرس ماينر فيبروسيتي. ايضا هي تقبض سحبت حتى تقبل هذا القائمة اليمنى هاي دي ديسرا هذه اللاترال سيرفس كلها ميديال، هذا ميديال فالميديال دائما مقعر واللاترال دائما دكتور بس ال شو اسمها قبل شوي تيرس ماينر تيرس ماينر. ليش قلت لي يمنى؟ شكيت بشيء؟ مو هي الرجل هاي الأمام هذا الخلف مع الحيوان هذا اللاترال ذاك الميديا الأمام هذا بس هذه العظام مع الغير جهة هاي مع جهة اليمين. إذن تيرس ماينر تيرس ماينر فصارت عندي مجموعة اللاترال اللي تغطي لي السكابيولا هتكون سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس مصل ديلتويدس و تيرس ماينر. اجي على ميديا نفسها هاي العضلة نفسها السوبرا سباينس سوبرا سباينس نفسها على ميديا هاي هاي العضلة كلها اللي تشغل هاي اسم هاي الحفرة إذا هاي العضلة كلها سبسكابيولار مصل سبسكابيولار فوسة سبسكابيولار مصل تنشأ من هاي الحفرة وتندمم بالميديال تيبروسيتي. ميديال تيبروسيتي هي من ناشئ الجمهور بالميديال تيبروسيتي. هذه اذا تسحب العظم هتسحب للداخل تسوي له روتيشن نحو الداخل هي تقريبا ادكشن مو ابدكشن ادكشن عكسها تقريب القائمه نحو الجسم. اذا هاي اسمها سبسكابيولار ماسل عضلة الخلف منها هنا بالحافة الخلفية اسمها تيرس ميجر تيرس ميجر من الحافة الخلفية ونحو الحدبة هاي هنا هاي اسمها تيرس هاي تيرس ميجر كيبروسيتي. كنتوا درستوا ولا لا؟ هاي اسمها هاي جانب الأنسي تيرس ميجر كيبروسيتي فهي تندغم هاي تجي منها الحافة الخلفية تندغم بيها. إذن إذا تسحب هتسحب العظم إذن هي أيضا قابضة للشولدر جوينت تيرس ميجر. دائما تخطئون بين هاي وما بين وما بين هاي دلتويد هاي دلتويد شكلها وموقعها تقريبا مثل التيرس بس التيرس ماينر تصير على الجانب الأنسي تيرس ميجر لا تيرس ميجر تكون على الجانب الأنسي بينما الدلتويد على الجانب الوحشي. اوكي لان هاي تيرس ماينر وهاي سبسكابيولار سوبرا سباينيتس سبسكابيولار تيرس ميجر عضلة أخرى هي هاي اللي هي دا تنشأ من هذه نقطة هاي شو اسمها التركيبة هاي هاي اسمها كوراكو العفو كوركويد
بريسيس، مو كوركيد بريسيس، بقايا العظم الغرابي في عظمة الاسكابيولا ملتحمة، وهذه هي الكوركويد بريسيس، هي من الكوركويد إلى العظمة البريكيال، يسموها كوراكو بريكيالس، كوراكو بريكيالس. من الكوركويد بريسيس إلى البريكيال بون، بريكيال بون أو الهيومرس، يسموها كوراكو بريكيالس. إذن هاي العضلة هي الكوراكو بريكيالس، عضلة العضية الغرابية كوراكو بريكيالس. أوكي، ثلاثة كوراكو بريكيالس. هذه مجموعة عظمة الطين الاسكابيلا من جهة الميديال وجهة اللاترال. دكتور بس هاي شو اسمه العمل؟ سوبرا سباينوس او سوبرا سباينيتاس، نفس سباينوس او سباينيتاس. سوبرا سباينوس سب سكابيلا وتيريس ميجر، والكوراكو كوراكو بريكيالس. سوبرا سباينيتاس، انفرا سباينيتاس، دلتويدس، اقطع الدلتويدس اقطعها، تيريس ماينر، تيريس ماينر. هسه نجي على مجموعة العضلات اللي لاطيني منطقة العضد، هاي منطقة الارم او العضد. اكو عضلة اسمها بريكيالس، واكو عضلة اسمها بايسبس بريكيالس. شنو بايسبس؟ رؤوس، فبايسبس بريكيالس ذات الرأسين العضدية. واكو ترايسبس بريكيالس، فإذن اكو بريكيالس بايسبس وترايسبس بريكيالس. نجي على الترايسبس، ترايسبس من اسمها بيف بلس رؤوس. هذه ده تجبل لي العضلة الضخمة، ده تجبل لي الزاوية ما بين عظمة اللوح وعظمة العضد، هاي الزاوية هاي تجبلها عضلة ذات ثلاثة رؤوس، ترايسبس بريكيالس. هي لونج هيد، هذا هو اللونج هيد، هذا لونج هيد. لاترال هيد، من هاي جهة اللاترال، هذا اللاترال هيد. وميديال هيد، جهة الميديال، هذا هو اللاترال هيد، اللونج هيد، كله اللونج نفسه منا او منا، وهذا هو الميديال هيد. هذا ميديال هيد، فاذا صار ميديال ولونج ولاترال، ثلاثتهم يندمون بهذا العظم اللي هو شنو؟ العظم. ثلاثتهم يندمون في هذا العظم اللي هو السومت أو القمة أو الكرينون فوق الكرينون تيبروسيتي، عظمة الأرنة فيها السومت، هاي مالتها يندمون بها. فهاي العضلة مثل العتلة صايرة، من تنسحب توسع هذا المفصل، مثل العتلة صايرة كأنما هاي الجر هذا ينفتح، هاي تتوسع الزاوية، فإذا هو باسط، باسط لمفصل يعني هذا مو تمصل، هذا الالبو جوين، الالبو جوين. وهاي الاوليكرينون كيبروسيتي حدبة المرفق. فكل العضلة ترايسبس بريكيالس، ترايسبس بريكيالس تندمن بيها، بس الرؤوس مالتها مختلفة. وهذا الطويل يجي منها، من الحافة الخلفية مال عظمة اللوح. اللاترال هيد يجي منها، من اللاترال، لاترال سيرفيس، من اللاترال سيرفيس اوف دي اوف دي من اللاترال سيرفيس اوف دي هيومراس. والميديال من الميديال سيرفيس اوف دي هيومراس. هذا
بس فعلها هو فعل واحد وهو تسحبني هذا وأعود توسع للبو جوينت، إذن هي باسطة extension to the elbow joint. triceps brachialis. biceps brachialis من biceps brachialis هذه مقدمة عظمة العضل هذه المدورة الأسطوانية اللي عند الرياضيين هم يسويها يجي هذه على هذه biceps brachialis. biceps brachialis biceps brachialis هاي تجي بالحقيقة تجي من ناتج شيء من حدبة حدبة اللوح وتنزل هنا الصيف عضلة ضخمة وتندغم في الراديوس فتسحب الراديوس قبل الالبو جوينت يسمونه بايسبس بريكيالس. بايسبس بريكيالس هذه هي نفسها هذه كلها هي بايسبس بريكيالس. هاي شنو هي؟ كوراكو بريكيالس. هاي بايسبس بريكيالس. وقد أدي البريكيالس. البريكيالس وين أشوفها؟ أشوفها وين؟ هنا. هذا شو اسمه هذا الميزاب؟ سميته الميزاب العضلي. مسكولو سبايرال جروف. سبايرال جروف. هذا وين صاير؟ على جانب الوحشي. هذا هنا تغطي عضلة. هنا العضلة موجودة بي تفتر وياه وتندغم بالراديوس. فهذه العضلة وين أشوفها؟ على جانب الوحشي. هذا هو الجانب الوحشي. شيل هذا اللاترال هيد اوف ذا ترايسبس فهذا هي هاي عضلة باعوها في هذه هي البريكيالس مصر بريكيالس على اسم العظم بريكيالس فصارت عندي بريكيالس وبايسبس بريكيالس والترايسبس بريكيالس هاي بايسبس ليش سموها بايسبس؟ لان منشأها برأسين ولو ما واضحة الرأسين بس هي تنشأ برأسين ولذلك يسموها بايسبس بريكيالس وترايسبس بريكيالس ثلاث رؤوس وهاي البريكيالس مصر اللي هي عضلة واحدة زين عضلة أخرى موجودة بالجانب الأنسي هذه تغطي لي منطقة المرفق من الجانب الأنسي هذه اسمها تنسر فيشيا انتي بريكياي تنسر شنو؟ تنسر موترة فيشيا لفافة فموترة اللفافة موترة اللفافة او شادة اللفافة انتي بريكياي اللي هي منطقة الساعد انتي بريكياي هاي منطقة انتي بريكياي شنو هاي العضلة؟ تشوفون هاي الابيض؟ اي دكتور هذا لفافة نسميها فيشيا هاي قبل بعد ما اشيل الجلد الاحظ العضلات كلها مغلفة بهاي اللفافة مغلفتها فهاي العضلة تتصل اتصال وثيق بهاي اللفافة مال هاي المنطقة منطقة الساعدية هاي العضلات اثناء الركض تحتاج الى عملية شد على مود ما يتمزق ان العضلات تنجر منها تفلت عن بعضها او تتمزق واحدة عن الثانية فاكو لفافة تشدهم منو يشدهم هاي توترها تشدها فهاي يسمونها موترة اللفافة الساعدية تنسر فيشيا انتي بريكيال والقائمة الخلفية موجودة ايضا تنسر فيشيا لاتا موترة اللفافة العريضة نانا موترة اللفافة الساعدية تنسر فيشيا انتي بريكيال هذول مجموعة العضلات اللي تغطي لي منطقة الارم منطقة العضل هعيدهم صورة سريعة من اللوح سوبرا سباينوس انفرا سباينوس دلتويد ارفع الدلتويد تريس ماينوس جهة الأنسي للسكابيلا ايضا سوبرا سباينوس سب سكابيولار تيريس ميجر كا كا
الكولانكو بريكياليس. الكولانكو بريكياليس دائما بالامتحان تصير الميديال هيل بقدرة قادر يعني تتحول الى ميديال هيل زين، والميديال هيل يصير اللاترال هيل كل شيء يصير زين، والترس ميجر تصير دلتويدوس. دكتور زين شو نحفظ؟ هاي اخطائكم يعني هذا نعم شو نحفظ؟ دكتور مبدع هاي الاخطاء تحفظها من مواقعها يعني مواقعها يعني ما تقدر تحفظها شكلها وموقعها شكل وموقع هذا لازم ينطبع دماغي هذه شو دكتور نحفظ؟ يعني لا مو انت اول فتره صور يعني تراجع دائما ثم يصير تكرار لان طلعها هي موجوده هنا في الاحوال طلعها تدرسها تدرسها يلا تثبت الدماغ دكتور بس تقدر تعيد لنا بدايه نعم سوبرا سباينس سوبرا الفا سبسكابيلا تيريس ميجر كوراكو بريكياليس medial head of triceps brachialis medial head long head ولاترال head lateral head هذا ايضا long head of the triceps brachialis biceps brachialis brachialis tensor fascia antibrachial جهة الميديا تلقيني جزء من المرفق tensor fascia antibrachial نجي على منطقة الانتبرachial منطقة الساعد منطقة نعم منفس الفورارم فورارم فورارم او الانتبرachial نفس الشيء هاي المنطقة بيها مجموعتين من العضلات مجموعة بواسط ومجموعة قوابل يعني extensor group وflexor group الextensor group متركزة كرينيو لاترالي كرينيو لاترالي أمامي بس وحش وعكسها بالضبط الflexor كاودو ميديالي كاودو ميديا يعني خلفي أنسي بس هنا مجموعة البواسط لأن حتصير أمام المفاصل هاي فإذا هي من حتسحب حتبسط هذه بعو تبسطها بهالصورة كل المفاصل تنبسط فإذا هاي المجموعة صايرة أماميا وحشية بينما هاي صايرة خلفيا أنسيا فحتثنيها المفاصل لكثر نجي على مجموعة البواسط أربع عضلات أول عضلة من الأمام هاي أول عضلة هاي extensor احنا قلنا extensor carpi radialis extensor carpi radialis الباسطة الرصغية الكعبرية من اسمها هي اسم digit ما بيه لان ما توصل للديجيت ما لها تاثير على الديجيت تاثيرها فقط على الكاربل او الكاربل جوينت اكستنسر كاربي رادياليس اذا سحبت هاي حتبسط لي الكاربل جوينت اونلي اكستنسر كاربي رادياليس هاي اول وحده ثاني وحده هاي ام الوتر الابيض هاي هاي اتبع الوتر مال تبعه فاذا هي واصله للديجيت فاذا اسمها اكستنسر العفو كومون ديجيتال اكستنسر ديجيتال كومون ديجيتال اكستنسر يعني الباسطه الاصبعيه العامه الباسطة الأصبعية العامة هاي إذا تقلصت حتبسط لي كل مفاصل الأصبع الفيتلوك الباستيرن الكوفين إضافة للكاربل جوينت
يعني كلها متصلة واصلة للثلاثية الثالثة. زين؟ ايش اسمها هذه؟ ايش اسمها؟ كمان ديجيتال اكستنسر. كمان ديجيتال اكستنسر عضلة اخرى صغيرة مثلثة. اي هاي بصفها. هذه وترها هو هذا، وترها هذا، عفو هذا وترها، ويندغم مع وتر مع الكمان. اذا لها نفس تأثير الكمان، نفس تأثير الكمان، لان وترها هذا ويندغم مع الكمان يلتصق وياه، يصير وتر واحد ينزلون للاصبع. اسمها lateral digital extensor. هاي common digital extensor. هاي lateral يعني صار كلش على الجانب الوحشي، الباسطة الأصبعية الوحشية. lateral digital extensor muscle. lateral digital extensor muscle. فصارت عضلتين يوصلون للأصبع. الكمون واللاترال فقط لا غير، فقط دول هم البواسط للأصبع. كمان واللاترال ديجيتال اكستنسر. الاكستنسر كاربي رادياليس متوصل. كاربي رادياليس توصل. عضلة اخرى صايرة تحتهم وباعوها وترها اوبليك. اياتها وترها. اي هاي عضلة باعوها من انا. هاي عضلة هاي اياتها الفلاش مالتها صايرة ملتصقة على العضلة، تسقع العظم، بس اوتارها تعبر بصورة مائلة تروح للرسوب هنا للميديال سايد، ولذلك اسمها رصدية. الباسطة الرصدية المنحرفة. ليش؟ لان تنحرف اليافتة جاي منها من اللاترال للامام وللميديال، فيسموها الباسطة الرصدية المنحرفة. يعني اكستنسر كاربي اوبليكاس. اكستنسر باسطة كاربي اوبليك شنو؟ منحرف مائل. اكستنسر كاربي اوبليكاس. اكستنسر كاربي اوبليكاس. كمل دكتور كمل. كمل؟ لا كمل. زين. اكستنسر كاربي اوبليكاس. الباسطة الرصدية المنحرفة. هل تصل إلى الأصبع؟ لا، ما لها تأثير على الأصبع. الباسطة الرصدية المنحرفة والباسطة الرصدية الكعبرية الاكستنسر كاربي رادياليس لأنهم يوصلون إلى الرسغ فقط، لهم تأثير على الرسغ فقط. زين، فاهمي هذا ذني؟ اكستنسر كاربي رادياليس و كمان ديجيتال اكستنسر و لاترال ديجيتال اكستنسر و اكستنسر كاربي اوبليكاس. الو دكتور، يعني لو ما حصلوا على العضله. اي والله اصبرت جديد زين. اما جهه الميديا، جهه الميديا اللي هي بعد العظم مباشره، هذا هو العظم، هو الحد الفاصل. يكون العظم هو حيكون الحد الفاصل ما بين مجموعه البواسط والقوابض. على من متى يهون يتبعون هذا العظم؟ فاول عضله بعد العظم، هذه اول عضله حنقول لها فلكسر. فلكسر هاي ممكن اكستنسر كاربي رادياليس. لا تسلم، الله يسلمك، اشكرك. لا اكستنسر كاربي هاي كانت اكستنسر كاربي رادياليس. اكستنسر كاربي رادياليس هاي حصير فلكسر كاربي رادياليس، يعني نفس الاسم بس هاي اكستنسر هاي فلكسر. اكستنسر كاربي رادياليس هاي فلكسر كاربي رادياليس.
تكسر كافي ريديوزس. هذه اليمها بتصفها للخلف منها هم يعني فلكسر كاربي بس مو ريدياليس النارس اي علامة من جهة الأرنة بالضبط. فهذه فلكسر كاربي ريدياليس وهذه فلكسر كاربي النارس. هذول اثنينهم الفلكسر كاربي ريدياليس والفلكسر كاربي النارس من اسمهم ماذا يوصلون للأصبع؟ إذا لهم تأثير للأصبع؟ ما لهم أي تأثير. ما هو تأثيرهم على الكاربل جوينت؟ فلكسر من اسمها فلكسر كاربي، فهي تأثيرهم على الكاربل جوينت أونلي. إذا ما هي العضلات اللي تقبض للأصبع؟ أكو قابضتين بعد، السطحية والغائرة، الأصبعيات السطحية والغائرة. Superficial and deep digital flexor muscle. Superficial digital flexor و deep digital flexor. هذول وين أشوفهم؟ أشوفهم تحت هذول العضلات. يعني أرفع هاي الفلكسر كاربي النارس وأرفع الفلكسر كاربي ريدياليس. زين؟ تجي هذول العضلات. اللي هي وحدة ديب ديجيتال فلكسر والثانية سوبرفيشيال. أوتارهم وين أشوفها؟ أوتارهم أشوفها في المنطقة المشطية بوضوح. أول وتر من الخلف شريط الشكل هذا هو للسوبرفيشيال. سوبرفيشيال ديجيتال فلكسر تندون. تحته ديب أسطواني مثل الحبل. ديب ديجيتال فلكسر تندون. سوبرفيشيال ديجيتال والديب ديجيتال. هذول العضلات يروحون الى الاصبع. التندون يروحون الى الاصبع. وبالذات الديب يروح الى نهاية الاصبع. الى السنانية الثالثة. اما رؤوس العضلات ذولا فهم هنا. هيومرال هيد. شنو هيومرال هيد؟ الرأس العضلي، لأن هي رأس تنشأ من العضل، فسموها humeral head of the superficial digital flexor. humeral head of superficial digital flexor muscle. humeral head. وأكو radial head، هذا الأبيض اللي دا يتصل بالعظم، نسميه radial head. طيب من أجرها للعضلة اكو فد الياف، الياف بيضة تتصل بالعظم، هذا يسميه radial head، هذا humeral head. منهم ينزلون يكونون لوتر العضلة هذا ينتهي بالسلامية الوسطى، وفعلها اذا سحب حيثني لي الفيتلوك والباستيرن ايضا. زين، نجي على العضلة الوراء.